مناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي اللي شاركنا بعدة أنشطة، من بينها طبيعة الحال توأمة الدار البيضاء شيكاغو اللي هي يعني واحد شراكة جد مهمة ما بين شعبين وما بين ساكنتين، ساكنة الدار البيضاء وشيكاغو اللي بدأت في 1982 واللي كنحتفلوا اليوم يعني ما يقرب 42 سنة. واليوم تكلمنا على عدد ديال الإنجازات والمشاريع اللي قمنا بها ما بين المدينتين، لأنه كتعرف بأن توأمة المدن هي الأساس ديالها هو التبادل الثقافي الدولي ودعم يعني السلم العالمي وكذلك الاحترام المتبادل و يعني التعاون في عدة مجالات. هنا أولا أعطينا ما هي التوأمة يعني اللي خصها تكون ما بين الساكنه ديال المدينتين اللي كيكونوا متقاربتين في عده مفاهيم واللي كتهم يعني ما هو ثقافي وحضاري واجتماعي وترفيهي ورياضي. وكانت هذه كذلك مناسبه باش نديروا لقاء مع المسؤولتين عن التوأمه في مدينه شيكاغو اللي كانوا معنا عبر الانترنت وعبر الزوم، وهذا تنظن بانه خصنا نشجعوا هذه الدبلوماسيه الشعبيه لانه كتهم يعني العلاقات الدوليه من غير ما هو سياسي بين الحكومات، هنا ما هو شعبي ما بين الشعوب اللي يمكن يكون عنده تاثير جد مهم يعني في العلاقات الدوليه.